في الحقيقة يعني يبلغ عدد اللاجئين اليوم في دول الإيجاد حوالي 4 مليون لاجئ، بالإضافة إلى 8 ما يربع على 8 مليون نازح، وهي يعني عدد ضخم جدا جدا. وفي الحقيقة لا يمكن مواجهة هذا أو معالجة هذا الوضع ما لم تتم معالجة حقيقية لجذور الأزمة والأسباب التي تؤدي إلى وجود هذا العدد الهائل من النازحين واللاجئين. ويحتاج في الحقيقة معالجة هذا الوضع ليس على مجهودات فردية تقوم بها الدول على حد ذاتها، وإنما يحتاج إلى تضامن وإلى يعني نظرة شمولية لمعالجة قضايا اللاجئين والنازحين، تقتضي التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء، وأعني بالشركاء هنا الحكومات الوطنية على المستوى الوطني وعلى مستوى التعاون الثنائي، باعتبار أنه هذه الدول التي تضم هذه الأعداد من اللاجئين والنازحين هنالك يعني تداخل واضح في الحدود بين هذه الدول. فالمعالجة يجب أن تتم على الصعيد كما ذكرت الوطني والثنائي والإقليمي والدولي، ومعالجة جذور الأزمة. جميع المشروعات التي يتم تمويلها عبر الشركاء عبر المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية دون شك تنصب في المصلحة أو في معالجة مثل هذه القضايا، لأن هذه المنظمات تقوم بتمويل مشروعات، وهذه المشروعات في النهاية تهدف إلى التداعيات السلبية لوجود هذا الكم من النازحين واللاجئين، سواء كان ذلك في مجال التعليم أو في مجال الصحة أو تنمية البيئة. فجميعها مشروعات إذا تمت تنفيذها ومتابعة التنفيذ لتحقيق أهداف هذه المشروعات سوف تساهم دون شك في الاستقرار وفي أمن هذه المناطق وفي معالجة القضايا الأمنية. والاستقرار والأمن هو طبعا واحد من الأعمدة الأساسية لتحقيق التكامل الإقليمي. فنحن يعني عبر هذه المشروعات التي تنفذ أو تمول عبر المشروعات الدولية والإقليمية تساهم دون شك أو تنصب في الأهداف التي من أجلها أنشئت منظمة الإيجاد، يعني وهي تحقيق التكامل الإقليمي. العلاقة بين الإيجاد ودول المنظمة هي علاقة يعني متميزة وعلاقة قوية، وهناك تنسيق تام بين هذه الدول ورئاسة المنظمة. ولكن يعني نحن كدول أعضاء نزعى لتحقيق مزيد من التنسيق